السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم اليوم إحدى أنواع البلاطات الإنشائية في المواقع، وهي بلاطة الهوردي. الهوردي عبارة عن بلوك مفرغ وعبارة عن كمرات حاملة وعبارة عن أعصاب بين البلوك باتجاهين أو باتجاه واحد. النوع البلوك اللي بيتم وضعه يا أما من نوع اسمنتي بركاني أو من نوع الفوم الخفيف. فوائد هذه البلاطة الهوردي: تعطي مجازات كبيرة نوعا ما تصل إلى 10 متر 11 متر تقريبا، وتوفر الخرسانة وتوفر كمية الحديد. هذه البلاطة بمختصر مفيد بلاطة توفيرية وممتازة، وهي إحدى الصور يلي نريكم فيها هذا البلوك، وهنا البيم، وهنا الهوردي بشكل عام مع الأعصاب باتجاهين، باتجاه الطول وباتجاه العرض. يعني هذه إحدى اللقطات توضح ذلك، ونأمل من الله أن ينال إعجابكم هذا الفيديو. نأمل منكم أن تدعمونا بمشاركتكم، وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير. معكم ضياء، السلام عليكم.